أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة التاسعة بالقاهرة قريباً، مؤكداً حرص البلدين على تعزيز التعاون بينهما. وخلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية، أكد الرئيس السيسي أن فرص التعاون بين مصر والجزائر كبيرة من خلال الاستثمار والمشروعات المشتركة. اللجنة المشتركة التاسعة إن شاء الله تنعقد في القاهرة قريباً عشان تبذل يعني تضع موضوعات أكثر للتعاون بين البلدين، لأن حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ أول زيارة الحية ومنذ أول لقاء مع فخامة الرئيس كان واضح وقوي. إحنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيرة، وسواء كان في الاستثمار أو في المشروعات المشتركة اللي ممكن نعملها، وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخامة الرئيس ومع أعضاء الوفدين المصري والجزائري. واسمحوا لي أقول لكم إن الشركات المصرية الحقيقة يعني، وأنا هنا بسجل باحترام شديد وبتقدير شديد المعاملة الكريمة اللي بتتلقاها الشركات المصرية العاملة بالاستثمار في الجزائر أو بتقوم بمشروعات في الجزائر. وهنا بقول إن إحنا لدينا في مصر أكثر من 5000 شركة تستطيع أن تعمل في كافة المجالات.